ليه بتعمل كده؟ عشان تلعبوا براحتكم انتوا التلاتة. التلاتة؟ ما انت عيل منهم. حسين مش عايز خروج من البيت النهاردة، واللي هيسمع كلام هجيب له حلاوة مصري تخليه يحلم أحلام حلوة لما ينام. بجد يا حسن؟ مش بقولك زيهم؟ ادخلوا جوه. يلا يا ولاد. تعالى معانا ومن سكات. ايه اللي جابك مصر؟ قلت اجي ازور البلد المقدسة. مقدسة؟ البلد اللي فيها مولانا الإمام قدس الله سره تبقى مقدسة. الغرض رؤية مولانا الإمام. مستحيل. أنا داعي واخد عهد على ابن عطاش. ولو أنت غريب ومش مأمون وصديق لنظام الملك. الحمد لله مولانا عنده رجال عيونهم صحية وعارفين كل حاجة، بس أنا منكم. شوف حالك وارجع من مطرح ما جيت. ارجع؟ ارجع اقول بلد مولانا الامام بتمنع المحبين، بتمنع اصحاب نفس المذهب، بتطرد اتباع مولانا؟ معقوله الدوله الفاطميه اللي فيها اكبر تسامح في العالم الاسلامي كله، اللي بتسمح لاتباع المذاهب الاربعه انهم يعيشوا في سلام وامان جنب دعاه الفاطميين، تطرد فاطمي خادم لأهل البيت؟ تعرف أنا مين؟ مولاي بدر الدين الجمالي، أعظم وزير شفته الدولة. عرفتني منين؟ الهيبة والهيئة، وإحنا أهل فرنسا. تقعد علشان على مذهبنا؟ ماشي. رؤية مولانا الإمام؟ لا، تلزم حدودك لأن حركتك متراقبه.